كتب نادي الصيد الموضوع تخصيص أرض لجمعية فرسان جريب شيوخ، هو اللي كاتبها بنادي الصيد بنفسه، بالإشارة إلى كتاب وزارة الشؤون. هو يشرح لنفسه يقول كتاب وزارة الشؤون رقم كذا بشأن طلب رئيس لجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء. يعني نادي الصيد مو هو من كيفه اللي راح وطلب الأراضي هذه له من نفسه على أساس يستفيد منها، وأنها أندية أفرع منه وهو بقى الأراضي هذه عشان يوسع. المجلس الوزراء طلب من نادي الصيد أنه يقوم في الإجراء هذا، وهذا الدليل. بشأن طلب رئيس لجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء بضرورة تحديد مواقع مناسبة للسباقات والاصطبارات الفرسان الأحمدي والجهرة وجلب الشيوخ. وبعد دراسة هذا الموضوع يرجى التكرم، هذا الكتاب اللي خاص بنادينا، يرجى التكرم لمن يجب تشخيص موقع مناسب لاصطبارات سباقات فرسان جلب الشيوخ بالقرب من نادي النصر الرياضي. هذا طلب نادي الصيد، وأيضا طلبين للأحمدي وللجهرة بنفس هالصورة هذه، عشان احنا نبينكم يعني ان نادي الصيد مع احترامنا له بعيد كل البعد عن ملكية الارض، وان ما جت كيف نادي الصيد، هذه جت مكرمة اميرية من مجلس الوزراء. وصدر قرار مجلس الوزراء، صدر قرار المجلس البلدي، والمجلس البلدي حفظ حقوق الاندية هذه كلها. حط لي الثلاث قرارات مالت المجلس البلدي. هذا قرار نادي فرسيت الفروانية بناء على طلب نادي الصيد تخصيص موقع لجمعية فرسان جلب شيوخ، ان قرارات اللجنة بالتاريخ كذا 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 بالموافقة على تخصيص الموقع المحدد باللون الاحمر على المخطط لنادي الصيد الفروسية لجمعية فرسان جلب شيوخ. قامت وزارة المالية مع نادي الصيد الفروسية على كامل الموقع اللي تخص الفروسيات، والحقتهم في عقدها. هذا عقد نادي الصيد الفروسية، في اخر العقد على سبيل الاستثناء كل نادي له مسارته. موقع نادي الصيد الفروسية للجنوب هذا ما نشغل فيه، مركز الجواد العربي مساحته 70,000 متر مربع، هذا الوحدة. موقع قسائم اسطبلات سباق الخيل هذا الوحدة، موقع جمعية فرسان محافظة الفروانية، وموقع فرسان جمعية فرسان محافظة الجهراء. فيه نادي الأحمدي قبل 2002 تقريبا 2000 أو 2001 مجرد أنه حصل على اعتماد توقيع رئيسه محمد هادي العتيبي الله يرحمه، حصل على اعتماد توقيع فقط، جمعية مش مشهرة، فقط اعتماد توقيع عشان عمالته ما عمالته. فراح النادي الصيد الفروسية وفصل عقده بكل سهولة من سنة 2000، فصل عقد نادي الأحمدي الوحدة. حنا ما حصلنا اعتماد توقيع، حنا والجهرة بقينا على هالحال هذه. قاموا أعضاء المؤسسين في النادي بالتقدم بالهيئة العامة للشباب الرياضة بإشهار النادي، نادي فرسة الفروانية الآن أصبح نادي وله كيان وكثرت السباقات في موقعه الحالي اللي موجود. 28/1/2013 أصدرت الهيئة العامة للشباب الرياضة القرار رقم 44/2013 بإشهار نادي فرسة الفروانية لمدة غير محدودة، وتم نشره في الجريدة الرسمية.